بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع تفسير سورة الفيل من تفسير الجواهر واللآلئ المصنوعة في تفسير القرآن العظيم بالأحاديث الصحيحة المرفوعة للمحدث الفقيه الأصولي عبد الله بن عبد القادر التليدي رحمه الله عليه. الميزة ديال هذا التفسير هذا والصبغة ديالو باش فسر هو أنه فسر القرآن بالأحاديث النبوية الشريفة، راه قالها بالأحاديث الصحيحة المرفوعة. نجيو دابا نشوفوا علاش اعتمد باش اقتصر غير على هذاك الشيء، على آية قرآنية من سورة النحل وحديث نبوي صحيح. الآية القرآنية تيقول فيها سيد ربي وأنزلنا، وتخاطب الله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكرى، لاش سيد ربي؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، بمعنى أن الله عز وجل ما اكتفاش بإنزال القرآن هكذا وخلاه كل واحد يقراه الراس ويفهمه، لا، لا يؤدي القرآن دوره إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي من المهام ديالو ديال البعثة وهو تبيين ما في القرآن الكريم، بمعنى أنه إلا حيدنا السنة النبوية وبغينا نكتفي غير بالقرآن ما غنفهمو حتى شي حاجة وغادي نضلوا ونضللوا الآخرين. وتأكدنا هذه المسألة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي قال فيه ألا إني أوتيت القرآن هو ومثله معه، شكون هو؟ السنة المبينة الموضحة المخصصة المقيدة والتي تنسخ بعض الأحكام بل وتزيد بعض الأحكام التي لا توجد في القرآن. شكون اللي غايقولنا بأن الظهر والعصر والعشاء فيها أربعة ركعات؟ ما كاينش في القرآن. شكون اللي غايبين لنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا دوك اللي تيبغيو يشككوا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويشككوا في رجال الحديث على رأسهم البخاري رحمه الله عليه ومسلم وغيرهما من رجال الصحيح، هادو معناها تيبغيو يضربوا الدين من واحد الطريقة وعلى أساس أننا حنا نقولوا حنا ما عندنا ما نديروا كاع بهاد الأحاديث هادي، أش بغينا نديروا شي بخاري ولا مسلم؟ ضربتي الدين كله من الأصل ديالو، لأن الحديث النبوي الشريف كذلك هو وحي من الله، إلا أنه بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وبتعبير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال إن هو إلا وحي يوحى، وقال الناس رب سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبدأ بهذه السورة الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافهاش. حادثة ديال الفيل هو عاد كان باقي في البطن ديال الأم ديالو، فكيفاش يخاطبوا سيد ربي تيقول لي ألم ترى؟ بمعنى أنك يا محمد خصك تشد هذا الحدث ديال الفيل كأنك رأيته رأي العين، وهذا هنا تيتجلى الإعجاز القرآني ديال كلام الله عز وجل، بمعنى أنه إمتى تولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في عام الفيل. إمتى تحل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في 40 عام. بمعنى أنه راه حيت وقعت الحادثة ديال الفيل كاينين شي وحدين اللي في عمرهم 60 عام 50 عام 80 عام 90 عام، معناه شافوا الحادثة ديال الفيل. فحيت جا الرسول صلى الله عليه وسلم تبعات، وهذه الصورة هذه تتعتبر مكية في الأوائل ديال الصورة اللي نزلت في مكة قبل الهجرة النبوية، وجا فيها ألم ترى وتيحكي فيها سيد ربي هذه الشهادة. لو كان شي شوية ديال الخلل هكا ولا هكا ينوضوا دوك المشركين يقول لك كذوب، أنت ما شفتيش هذا الشيء، حنا اللي شفناه ماشي هكا. ولكن الله أورد فيها ما لا يستطيع أحد من المشركين أن يكذبه ولو كان قد شاهد الحدث بعينيه. لهذا قال تعالى بدل من ألم تعلم قال ألم ترى، أي خذ الحق القصة كأنك رأيتها رأي العين، ألم ترى. فهذه السورة الكريمة فيها خمسة ديال الآيات وهي مكية نزلت قبل الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة، لأن الفاصل ما بين المكي والمدني هو الهجرة، الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الهجرة تكونت الدولة الإسلامية، وبهكا بهذه الهجرة تغير الخطاب القرآني من يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا. من الخصائص ديال سورة الفيل
انها تميزات بالحديث عن القصه ديال اصحاب الفيل اللي جاوا لمكه المكرمه من اليمن باغيين باش يهدموا بيت الله اللي هو داره سبحانه وتعالى. ان اول بيت وضع للناس الى الذي ببكه، بيت الله الحرام، وجاء برئاسة أبرهة الأشرام الملك ديال اليمن من قبل النجاشي الحبشي، وجا في واحد الجيش عظيم وكبير لا يتصور وما يستطعش شي قبيلة ولا شي وحدين واخا يتفقوا باش غادي يتصداو لهذا الجيش ولا يحبسوه. ومعاهم ماشي الفرسان، ماشي الجمال، معاهم الفيلة، فيلة كثيرة، وتيتقدموا واحد الفيل عظيم. وحين دخلوا لمكة المكرمة وكل شيء القبائل تتهرب تتحيد بحالتها وتتخليهم تقول لهم بينكم وبين البيت، فللبيت ربنا يحميه. حاولوا باش يستبحوا البيت الحرام ويهدموه عن اخره باش ما بقى حتى شي واحد، لان كانت عنده واحد السمعه تيجيو ليه من كل شيء في ذاك الدول اللي كانت ديك الساعه والبلدان تيجيو ليه حتى لتمايا، وكانت عنده واحد السمعه. فحين جاو الحكومه باش يدخلوا تدخلت العنايه الربانيه، لان ما كاينش البشر اللي غيدافع، حتى واحد ما دافع، حتى عبد المطلب حيت جا عند ابرهه قال صافي هذا راه جاي باش غادي يتفاوض هو وياه على البيت الحرام، قال لي لا 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 نعطيني هادوك النقد ديالي اللي ديتي ليا، اما البيت فله رب يحميه. فتدخلت العنايه الالهيه وارسل الله تعالى على ابرهه وجنوده طيرا ابابيل، طيوره فراخ صغار. فالله سبحانه وتعالى حيت يبغي يبين العظمه ديالو تيهلك الطغاة باقل جند من الجنود ديالو. مال هاد الطيور هادي شنو دايرين؟ هاد الطيور اللي تشدوه بكمشه هكا وتقتلوه مالو شنو فيه؟ هاز واحد الحجره في المنقر ديالو، وهاز وحده في هاد الرجل ديالو والاخرى في الرجل الاخرى، ثلاثه الحجيرات. هادوك الحجيرات كانها قنابل. هاد الحجيرات هادو اهلك الله بها جميع جنود ابرهة وابادهم بقذف تلك الطيور ولم يبق منهم احدا. وسيد ربي تيصورنا شي قالنا فجعلهم كعصف ماكول. شنو كعصف ماكول؟ بحال داك التبن اللي تيتكال وتتخرجوا البهيمه كله صافي تطحن وما بقاش هكا باش يقرب لنا بواحد الحوايج اللي كان تيعايشهم العربي في الجزيره العربيه باش يفهم مزيان. شوف القدره ديال سيد ربي سبحانه وتعالى واش دار هذاك الجوج. كل شيء هذا الشيء هذا سيد ربي اش داروا؟ الجوج الحوايج، اولا اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان ديك الساعه باقي حامله به امه في البطن ديالها، لان تولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. ثانيا حمايه الحرم ديال الله اللي سبق في العلم ديالو سبحانه وتعالى ان هذا الحرم هذا غادي يكون في المستقبل ديال الزمان وطن الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقبله لكل الاقطار والاصقاع الى قيام الساعه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وانه غادي يولي عاصمه ديال الاسلام الدينيه عبر الاجيال والعصور في ايام الامه المحمديه. فلله الحمد والشكر على ذلك وله الثناء اللائق به سبحانه جل في علاه. ناتي الى الاحاديث الصحيحه المرفوعه التي لها علاقه بصوره الفيل، ونبدا بقوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. تروي لنا البخاري في واحد الحديث طويل وفي مواضيع في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله تعالى عنهما معا يصدق حديث كل واحد منهما صاحبه. قال: خرج الرسول صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما استتب به الأمر في المدينة المنورة وتكونت الدولة الإسلامية، قال شاف الرؤيا بأن غادي يدخل المسجد الحرام، فتبشر بخير وخبر الصحابة وقال لهم غادي نمشيو باش نديروا واحد العمرة. في غاديين العمرة ما دين معاهم لا سلاح ولا حتى شي حاجة، غاديين بالإحرام ديالهم على أساس يديو العمرة. فحيت خرج الرسول صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في كدا بضع عشرة مئة
من أصحابه حتى إذا كان بالثانية لتهبط عليهم منها بركات به الرحيلة، ما بغاش تحرك. شكون هي القصوى؟ القصوى ما بغاش تحرك، بغات يزيدها ما بغاش تزيد باركت. فهنا وقع واحد الحاجة تعجبه، كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يعصى والقصوى عصات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا وما حيت شافوا هكاك بداو تيقول لها حل حل، معنى ذاك الصوت اللي تيتقال بالنسبه للناقه باش غادي تحرك وتنوض. فالحت وبقات جالسه وما بغاش تنوض، فقالوا خلقت القصوى، خلقت معنى عصات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاي لمكة المكرمة، ربما غادي يوقع واحد الحرب وغادي تسفك الدماء، وهذاك المكان حرام. فأصحاب الفيل حبسهم، لأن شكون هو أصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل هو أن كان واحد الفيل كبير ضخم هو اللي تيقود تيقود الفيله الاخرين، تيدفعوه باش يزيد لقدام، ما بغاش يمشي لاتجاه المسجد الحرام، وحيت تيصيفطو على اليمين ولا على اليسار ولا اللور تينوض. فلهذا قال لهم حبسها حابس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده. من القضيه هكا الى طلبوا مني القرشيين خطه يعظموا فيها الحرمات ديال سيد ربي سبحانه وتعالى، غادي نعطيهم داك الشيء اللي طلبوه ما دام ما كاينش شي اهانه للدين والشعائر ديال الدين. ثم زجر الناقه ونقزت ديك الساعه، قال فعدل عنها حتى نزل باقصى الحديبيه. وتيقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم حبسها حابس، اي حبسها الله عز وجل على الدخول ديال مكه كما حبس الفيل على الدخول ديال مكه. الحديث الاخر حتى هو رواه لنا البخاري في العلم وفي اللقطه، واللقطه هي شي حاجه اللي تحت في الارض ديال شي مالها تسمى اللقطه عند احكام في الكتب ديال الفقه وغيرها. ومسلم في الحج عن ابي سلمه ان ابا هريره رضي الله عنهما اخبره ان خزاعه شنو طرا في الوقت فاش تمات صلح الحديبيه وكتبوا البنود مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ودار واحد الهدنه ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين 10 سنين. فهاد الهدنه هذه القبائل اللي كاينه ديك الساعه، القبيله اللي بغات تمشي مع قريش تمشي مع قريش ويدافعوا عليها القرشيين، واللي بغات تمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم تمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويدافع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم واخا ماشي مسلمه، وبالتالي ما يكونش حرب 10 سنين. فإذا به واحد القبيلة من القبائل اللي هي مع القرشيين الكفار بداو تيحرضوهم على أساس باش يقيسوا القبيلة اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتلوا منهم واحد وتم القتيلة ديال الآخر، وغادي تكون واحد الحرب واحد الضجة. فلهذا تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي. بمعنى حيث وقع هذا الحدث هذا، وقع هذا الخرم هذا، وهذا النقض ديال هذه العهدة ديال السلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ناض هو وقال لهم دابا غادي ندخل مكة عنوة، اللي بغى يحبسني ولا شي حاجه راه ما يقدش. وجمع واحد الجيش فيه شي 10 آلاف ديال المسلمين ديال الجنود، حتى انه حين جاوا بالليل ومكه المكرمه داير بها الجبال، شعلوا فوق دوك الجبال هما جالسين ضو في العافيه، حتى ولا كانه النهار الكثره ديال العدد. وقال انا غادي ندخل دابا لمكه، ولكن راه ممنوع على شي واحد يدخلها بالجيش على اساس انه باش غادي يحارب، لهذا حرام عليه الا انا قبل ومن بعد. لهذا قال: وانها لم تحل لاحد قبلي ولن، وفيها التأبيد، ولن تحل لاحد بعدي، الا وانها وحلت لي ساعة من النهار باش نقوم بالفتح ديال مكة دون إراقة الدماء، ألا وإنها ساعتي هذه. حرام هاد المكان هذا اللي هو مكان ديال مكة المكرمة والكعبة المشرفة، لا يختلى شوكها، خصنا ما نقيسوا حتى شي حاجة فيها لأن كلها مكان حرام. ولا يعضد شجرها، ما نقطعوش الشجر اللي كاين تمايا
أبدا، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، بمعنى إذا كان شي واحد طاحت ليه شي بسطام ولا طاحت ليه شي حاجة ما يهزهاش شي واحد، حرام عليه. علاش؟ لأن هذا ما كان حرام، إلا شكون هو اللي يمكن يهزها؟ شي واحد اللي هزها باش يعيط يقول لهم شكون اللي مشى تلفت لهذا، تسمى إنشاد الضالة. وبهذا تمت سورة الفيل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وذريته وزوجه وصحبه وحزبه أبد الآبدين، وجزاه الله عنا وعن الإسلام أفضل وأعظم وأجزل ما جزى رسولا عن أمته ونبيا عن قومه، والسلام عليكم ورحمة الله.